السلام عليكم، معكم محمود. بعد سن ال 34 بالظبط بيبقى في بعض الفيتامينز لازم تحقن في جسمك حقن، حاجات أساسية. ولو ما عملتش كده يبتدي الأعراض أو المشاكل تظهر من سن مثلا 38-39، وانت داخل بقى لحد بقى وانت مكمل تبتدي مشاكل معينة تظهر. في ناس مثلا عندها مشاكل في المصران، في ناس مشاكل طبعا في الحالب والحاجات والمشاكل البوليه. ناس مثلا الكبار يحكوا لكم عليها احسن مني معاناتها عامله ازاي. انا ممكن اقول لك المشكله في الجهاز ممكن هتبقى ايه، ولكن اللي يحكي لك على المعاناه والعذاب هم الناس اللي هم في سن كبير وما كانوش بيلتزموا بالفيتامينز المطلوبه. في ناس ما طلبش منها وما تعرفش، بس هي اكلها صحي اصلا بالطبيعه كده، متعود ياكل فاكهه، بياكل خضار صابح كتير. الخضار الطازه لا يقدر بثمن يا اخوه، ولازم على الاقل 3 ايام في الاسبوع تاكل خضار طازج مطبوخ طبخ جيد. واحد يقول لي انا باكل شوربه خضار، شوربه الخضار غالبا اللي بتتعمل عند معظم البيوت معظمها بلا فائده. يقول لك ايه شوربه الخضار تقول عليها ما لهاش فايده؟ ايوه، اولا المواد المضافه ليها او الخضار اللي فيها معظمه غير طازج لانه جاي من السوق وبتاع، غير مثلا في روسيا انت بتجيبها مثلا من، يعني في ناس كتير بيجيبوا المحصول من الارض مباشره، فده مثلا ده طازج. لكن حاجه انت واخدها من سوق الثلاث ولا سوق الخميس قاعد عندهم 4-5 ايام ويقعد عندك في البيت 4-5 ايام، وبعد كده الزوجه تيجي تطبخه بقى وتلاقي يعني البطاطس من اخطر الاشياء فعلا اللي بنتعامل معاها في حياتنا. البطاطس، احنا هنخش في الضلمه بقى سامحوني، هحاول اكمل الفكره بسرعه قبل الدنيا ما تضلم قوي. يعني البطاطس فيها بكتيريا كتير واضرار كتير، فالناس عشان تتغلب على الاضرار دي بتقشرها كتير، فتبقى يعني عشان وتشيل بقى الحتت الخضراء والكده، وبعد كده تطبخها لمده طويله عشان بقى تعقيم وحاجات كده، وتضيف لها خل وحدوته فتضيع فوائدها، فتبقى ملهاش اي قيمه. وهي كده كده فوائد البطاطس مش كتيره قوي، يعني حاجه يا دوبك تعيشك يعني. لكن الحاجات المهمه هي الفاصوليا، السبانخ طبعا اللي الناس كتيره بتكرهها وبتطبخها غلط، يعني يا ريت اعمل حلقه توريكم ازاي تعملوا سبانخ طعمها حلو جدا. الباميه مهمه ومفيده، حاجات كتيره للاسف في روسيا هتلاقي الباميه بمبلغ وقدره ان لقيتها. الفاصوليا مش منتشره قوي، ممكن تلاقي البسله طبعا، بس البسله للرجاله مش مفضله قوي يعني، الجروخ. المهم فبقول لك في حاجات بالذات الفيتامينز اللي موجوده في الفاكهه والخضار الطازج من سن 34 تبقى عامله زي الدواء، تعامل معامله السجائر. ده مصطلح جديد اتعلمه يعني مني انا، يعني ما قلت لهوش قبل كده يعني. ولكن في ناس اللي هي مدمنه سجاير او بيشربوا سجاير باستمرار، اي حاجه مهمه في حياته او اي حاجه هيضيفها في حياته مهمه بشكل دوري بنسميها تعامل معاملة السجائر، يعني هيواظب عليها، يعني هتبقى بالنسبة له شغف. زي السجائر ما هي شغف كده، بيشن، ما دي الموضة، الموضة اليومين دول يقول لك أصل عندي شغف، أصل بتعمل الموضوع ده يقول لك أصل شغف. واحد تلاقي عنده 38 حاجة بيعملها كلها شغف. المهم نكمل كلامنا. حاجات تانية برضو ايه من يعني قلت لك الحاجات اللي تتعطاها وتعامل معاملة السجائر. في حاجات تانية بقى ايه اللي هي نمنعها بقى نتخلص منها. البيبسي والمشروبات الغازية خلاص، انت برتعت زي ما انت عايز في حياتك، قعدت تقريبا 30 سنة من عمرك اكتر حاجة بتشربها بيبسي وفانتا وفيندا على كيف صحتك وجسمك.
كم سنة أو العشرين تلاتين خمسين سنة اللي بقيه ربنا يطول في عمرك يعني، 30 سنة كده و30 سنة كده، أضبط الأداء. مش كل حاجة كده زي العيال عايز تفضل طول الوقت شبطان فيها، لا، في حاجات كده ليميتد بقى، خلاص كفاية مياه غازية ومش من حلاوتها يعني، فالمياه الغازية تتوقف تماما من فضلك. كمان الحاجات اللي هي الكراكرز والمخبوزات، يعني واحد اتصدم لما قلت له على فكرة المخبوزات اللي انت بتشتريها دي، البيشكي والبروشكي والخنكالي واللي اسمه التاني ده والخاتشابوري، الحاجات اللي هي بتتاكل دي، البتيهات والحاجات اللي بتصنع في روسيا دي، معظمها مضر على فكرة، لان بيستخدم فيه اولا العجين والحاجات دي لازم تقللها. انا مش عايز اقولك ما تاكلش عيش، واحد يقول ايه ما اكلش عيش، فانا ما قلتلكش كده، بس هو الصح ان احنا نقلل الخبز. واحد يقول انا باكل عيش اسمر، ولا الاسمر على فكرة المفروض بعد سن ال 34 برضو الخبز المفروض بنقلله قوي، تبقى كميات تبقى عينات، لكن الاكل الاساسي بيبقى يقولك ما اكل مسلوق يعني، لا، اكل مسلوق ده اكل العيانين، كل حاجات مسبكة وكل حاجة، ولكن انت مش عيان، ولكن عشان ما تعياش، عشان تبقى صحتك صح، تعمل اكل طازج. السلطة مهمة جدا. في ناس يقولك انا بحط في السلطة بصل وتوم كتير، غلط. يقولك ده انتي بيوتك يا باشا، الانتي بيوتك بتاخد منه 200-300 جرام، ولا بتاخد 2 جرام، نص جرام. الانتي بيوتك يتاخد بمقدار، يعني اللي بيكتر في البصل وفي التوم بيجيب اعراض سلبية في المعدة والمصران، احذر. البصل والتوم يطهي كويس او يتاكل صبح بس بكمية قليلة، وانت صغير هيا زي انت عايز كله وهو صاحي، لكن البصل والتوم انتي بيوتك مفيد وكل حاجة، ولكن يتاكل بشكل دوري، يتحط على البيض الاومليت، يتحط على مع طبخة الرز، يتحط مع طبعا مع الملوخية لو بتحبها وبتاكلها في روسيا، يتحط مع البطاطس البوريه، يتحط مع البامية لو بتطبخها او اي حاجة طبخة مسبكة، التوم ممكن يتضاف، والبصل طبعا ده لو شلت منه يعني مجرد تحطه على النار 5 دقايق بيعمل طعم مسكر يعني، فالبصل يطهى جيدا كميات قليلة بلاش كتير، مع الصوص بتاع المكرونة والحاجات دي، لكن بلاش الإضافة الجائرة العشوائية للبصل والثوم لو سمحت، لأن بيضر أكتر بكتير ما بيفيد. لأن هتستفيد بإيه من الأنتيبيوتيك لما ينزل كل اللي في بطنك؟ أيوة، الحاجات دي كترها مع تقدم السن بتبهدل، بتخلي المعدة تطلع كل اللي عندها يعني، فخلاص نكون منضبطين في هذه المسألة. آخر كلام بقى، عشان الدنيا بقى عمالة تظلم وتظلم أكتر، آخر كلام في النقطة دي، لو عندك إدمان ما على الشيبسي قلت لك الشيبسي والكراكرز والحاجات دي نبطلها، بنوقفها تماما او نعمل البديل بتاعها منزلي صابح، يعني في ناس مثلا بتحمص العيش منزلي وبتحط عليه أطعمة مختلفة بيبقى طعمه كويس، فممكن مقبول. في ناس تبقى عايزة تندغ وخلاص، فدي مشكلة اصلا في حد ذاتها عايزين نتخلص منها، ان لو سمحت لو حضرتك متعود تاكل في اي وقت اي كمية، الموضوع ده لازم يتوقف. الاكل يبقى في مواعيد ملتزم بيها يوميا، ده طبعا بيقيق من مشاكل القولون. انا قبل الدنيا ما تضلم بقى عايز اختم الحلقة، الاكل فيه مواعيد منتظمة يوميا بكميات مظبوطة، بلاش الكتير قوي او القليل قوي، يعني كميات متوسطة. طبعا كل سندوتشات انت عايز، فراخ بانيه بتاع كل حاجه، ولكن ما ياريت تكون منزلي بيتي محطوط فيها الحاجات اللي انت عارفها، لكن الحاجات اللي هي معموله بره دي، حتى الفول والطعميه والكلام ده كله مدمر. الفول
يا رب. يعني انا عارف انه مهم الناس كتير، بس المفروض يقف، لان هو مضر لما مش 34، لا ممكن فوق ال 40 بيبقى فيه خطورة بقى على جدار المعدة وعلى الامعاء، لان هو بقوليات بتقعد في المعدة مدة طويلة مرهقة. واحنا ستايل حياتنا وستايل اكلنا ما يمشيش مع الفول. الفول عايز يبقى لوحده، لكن احنا بناكل حاجات كتيرة معاه وفي اوقات مختلفة، فده مرهق للمعدة. الفول والعادات بتاعتنا في مع بعض لا يجتمعوا. الفول ده بتاع الفقراء والغلابة اللي ياكلوا أكلة واحدة الصبح يقفلها لـ 8 بالليل، ياكل فول تاني بالليل وخلاص. ده بيقعد يتهضم في وقت طويل وبيشغل المعدة وقت طويل. حضرتك طول ما يعني بالك فاضي ومش مشغول بحاجة مهمة هتلاقي نفسك عايز تشغل بقك، فدي عادة لازم نتخلص منها. ليه عايز اشغل بقي وخلاص واكل اي حاجة؟ لان الدماغ فاضية. لو الدماغ مشغولة مش هتفكر في الاكل خالص، وده بالعكس ده يبقى اشهل اطعمة قدامك مش هتمد ايدك فيها. كلامي خلص، يا رب تكون فكرة وضحت. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير في حفظ الله. السلام عليكم.